رجعنا تاني اعزائي المشاهدين، وزي ما قلت لحضراتكم نتيجه دلوقتي تقدم النادي الاهلي بفارق نقطتين على نادي الزمالك 52-50. احصائيات سريعه كده للفريقين اثناء الكوارتر الثالث. نادي الاهلي في محاولاته على 3 بوينت شوت 4 محاولات نجح في تسجيل نقطتين، اما نادي مرتين عفوا، اما نادي الزمالك 8 محاولات على 3 بوينت نجح في تسجيل محاولتين. في الفاول شوتنج نادي الزمالك لم يحصل على اي فاول شوتنج، اما النادي الاهلي حصل على 4 محاولات على الفري ثرو او الفاول شوتنج نجح في تسجيل 3. خماسي النادي الاهلي اللي هيبدا بيه السنيور اوجوستي بوش، مايكل تومسون، ابو النصر، عمرو الجندي، عمرو زهران، عمر طارق، ده خماسي النادي الاهلي او الستارت لاين اب. اما خماسي نادي الزمالك ادجار سوزا، احمد حاتم عبد اللطيف، كيجو، احمد ياسر، واسلام سالم، ده الستارت لاين اب اللي بدا بيه كوتش في او فان جلاس انجل اليوناني الجنسيه. ومواجهه زي ما قلت لحضراتكم او زي ما اقول دلوقتي مواجهه اسبانيه يونانيه على الاراضي الاهلاويه. كيجو والحيازه التبادليه للزمالك، واولى الاخطاء الشخصيه لعمرو الجندي. عمرو الجندي خطا الشخصي الثاني في احداث هذه المباراه. سوزا هيطلع الاوت ليسلم لاحمد حاتم. احمد حاتم لسه الكره معاه، سوزا يستلم بعد ما اتعمل له سكرين مع ابو النصر، لسه الكره مع سوزا اللي وقف وطلع الكيك اوت لاحمد ياسر اللي شاط 3 بوينت ما بينجحش في التسجيل. تومسون على طول يلم على الديفنسيف ريباوند، يبدا الهجمه تومسون لعمر الجندي، عمر تحت الباسكت لعمر طارق، عمر بيحاول يلف يشوط ما بينجحش في التسجيل، توصل الكرة عند النادي الزمالك واحمد ياسر اللي بيطلع للسوزا اللي يبدا الهجمه. ادجار سوزا، سوزا سكرين لادجار سوزا يقف ويشوط ميديم شوت ما بينجحش في التسجيل. كيجو على السكند شوت لاحمد حاتم يطلع الكيك اوت، احمد حاتم لسه الكره معاه لكيجو يهوش يحاول يخترق يطلع كيك اوت لاسلام سالم، لكن هنا في ايه؟ في تكنيكال فاول، لكن هنا على مين؟ اعتقد هنا على عمرو علاء زهران، تكنيكال فاول على عمرو زهران، سيميليشن او تمثيل. الحركه اللي شفتوها دلوقتي مع كابتن محمود هي اسمها السيميليشن. الخطا الثالث على عمرو زهران، رميه وحيازه وادجار سوزا على تنفيذ الرميه الحره للتكنيكال فاول، ما بينجحش في التسجيل والحيازه لنادي الزمالك. أربعتاشر ثانيه زمن الهجمه لنادي الزمالك. احمد حاتم يسلم لادجار سوزا، سكرين من كيجو يطلع الناحيه الثانيه كيك اوت لكيجو، كيجو بيحاول يخترق باصه اللي قاطع له، لكن عمرو زهران بذكاء شديد يعمل الستيل. باصي هنا بقى يا عمرو، باصي هنا يا عمرو، عمرو قرر يخترق، قلت له باصي باصي. ادجار سوزا يعمل الستيل يسلم الناحيه الثانيه لاسلام سالم، الثلاثيه اللي بيدور عليها، لكن يتعمل معاه دفاع قوي من النادي الاهلي، يطلع الكيك اوت هنا لكيجو اللي يشوط، دي مش 3 بوينت دي 2 طبقا لاشاره كابتن محمود محمود الحكم الاول، دي بنقطتين 52-52. مايكل تومسون لها الطريق فاضي من بعيد ينجح في تسجيل نقطتين يفتتح معاه نقاط احداث الكوارتر الرابع والاخير. سيف سمير على التسخين هيغير دلوقتي، اعتقد هيجيب عمر طارق. سوزا والبنتريشن وصل ما بينجحش في التسجيل، على طول ابو نصر يلم يسلم ليه بيقول له العب العب، في اصابه هنا لمايكل تومسون، في اصابه لمايكل تومسون، وقف اللعب في اعتراضات من قبل النادي الاهلي، يعني بيقولوا المفروض يوقف الملعب. هنا في اعتراضات من قبل السنيور اوجوستي وتكنيكال فاول على الجهاز الفني للنادي الاهلي، تكنيكال فاول على الجهاز الفني للنادي الاهلي، يعني اعتقد ان الحاله دي ممكن تتشرح اكتر في الاستوديو التحليلي يعني اكتر مننا. عامه خلينا مع المباراه، ادجار سوزا في الرميه والحيازه ما نجحش في تسجيل الاولانيه، وادي الثانيه ما بنجحش ايضا في تسجيلها. الحيازه هنا اهلاويه، عفوا الحيازه هنا اهلاويه، تكنيكال فاول ترجع اللعبه لما كانت عليه من قبل.
مايكل تومسون، سلامات لمايكل. 54-54 تعادل الفريقين، 7 دقائق 49 ثانية على انتهاء أحداث الكورت الرابع والمباراة. تومسون ومعاه إسلام سالم، تومسون عدى، تومسون يطلع العنب زهران على 3 بوينت اوبن شوت، ما بينجحش في التسجيل. صراع على الكرة، تأتي عند مين؟ تأتي خطأ شخصي على مصطفى كيجو. كيجو أولى الأخطاء، خطأ الشخص الثالث على مصطفى كيجو. هل كوتش في هيسحبه ويوفره للأحداث القادمة؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. أوتسايد أهلاوي، و14 ثانية زمن الهجمة، 7 دقائق 37 ثانية. عمرو الجندي استلم، عمرو سلم لسيف سمير اللي نزل مكان عمر طارق. عمرو الجندي سكرين من سيف، يحاول يعدي، يطلع الكيك اوت لعمرو الجندي مره ثانيه في الثواني الاخيره الشوط. عمرو الجندي ما بينجحش في التسجيل. عمرو زهران بيحاول، لكن توصل الكره لكيجو. كيجو يسلم لاحمد حاتم، يبدا الهجمه احمد حاتم. احمد حاتم لكيجو، لسه احمد حاتم مع الكوره، بيحاول يدور على اسلام سالم. اسلام اخر ثانيتين في ال 24 ثانيه شوط، اسلام سالم ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول على الديفنسيف ريباوند. مايكل تومسون، مايكل تومسون، لسه مايكل، وادي 3 بوينت مايكل، لكن قصيره ما بتجيش. يلم على طول سيف سمير على السكند شوت، يطلب السكرين وبيعمل كلير عمرو زهران. اخر 5 ثواني في ال 24، سيف سمير وتراي على الباسكت، روعه روعه، واسيست عالي من مايكل تومسون في البيك اند رول. 56-54 لصالح النادي الاهلي. احمد حاتم لادجار سوزا، ادجار ودفاعات قويه من النادي الاهلي توصل لاحمد سيف، احمد ياسر، اسلام سالم تراي على الباسكت، لكن خطأ شخصي على عمرو زهران. عمرو زهران هيتغير دلوقتي بعد ارتكابه 4 أخطاء شخصية، هينزل مكانه عمر عزب. طبعا يعني التفسير القانوني للعبة اللي فاتت اللي تصيب فيها مايكل تومسون هو يعني لا يجوز إيقاف الهجمة لإصابة المنافس طبقا للقانون، ده القانون اللي بيقول كده يا جماعة. فده القانون اللي بيقول كده. أنا بشكر طبعا الزميل العزيز الدكتور وائل أبو العزم على الايضاح ده، لان طبعا يعني احنا مش دارسين قانون زيكم، فلازم في حاجات هتقع مننا فلازم نفهمها طبقا للقانون، ان الكره لا يجوز ايقاف في الهجمه لاصابه لاعب. ادجار سوزا من الزمالك، لسه ادجار يسلم لكيجو، كيجو بيهوش وبيوصل ويروح، وهنا بتقع من ايده وبتطلع اوتسايد لصالح النادي الاهلي، وفي حاجه كده اصابه ل سيف سمير. سلامات سيف، ألف سلامة لسيف سمير. نشوف دلوقتي عمرو الجندي زي ما قلت لحضراتكم 4 أخطاء شخصية، وكيجو 3 أخطاء شخصية. سيف سمير عنده خطأين شخصيين، وسلامات لسيف سمير اللي عدل الملعب بالسلامة الحمد لله، سلامات لكل لاعبينا. لكن هنا الحكم بيطمن عليه، هل في دم او حاجه؟ هل هيستلزم تغييره؟ فعلا هيستلزم تغييره. الدكاتره اطباء كابتن دكتور هيثم والدكتور اكرم والدكتور محمد جاد راحوا له عشان يطمنوا عليه، وهيتم تغييره فعلا بعمر طارق رقم 55 والاوتسايد والحيازه اهلاويه. اوتسايد الاهلي 54 الزمالك 56 الاهلي. 5 مواجهات تقابلوا بهم الاهلي والزمالك في الموسم الماضي، استطاع الاهلي بالفوز بالخمس مواجهات امام نادي الزمالك. عمر طارق تحت الباسكت مع كيجو، بيلف يرتكز بشماله ينجح في تسجيل نقطتين، يوسع الفارق الى 4 نقاط عمر طارق. احمد ياسر على الفاست بريك لوحده يستطيع ايقافه. عمرو الجندي لكيجو، ادجار سوزا مره ثانيه، ادجار خد سكرين لكن معاه ابو النصر، يطلع الكيك اوت ليه كيجو، كيجو يقلب لاسلام سالم، اسلام يحاول يخترق، الكيك اوت لادهم عصام اللي بيشوط 3 بوينت ينجح في تسجيل 3 نقاط ادهم عصام، يدعي الفرق الى نقطه واحده 58-57 وانتصاف الكوارت الرابع ونهايه المباراه 5 دقائق بالتمام والكمال على انتهاء احداث الكوارت الرابع والمباراه. عمر عزم، عمر
اللي نزل مكان عمرو زهران تحت الباسكت، لكن هنا في ايه؟ هنا في فاول، او عفوا مش فاول، ده 3 سكند على عمر طارق اللي كان واخد بوزيشن واوت سايد لنادي الزمالك. اوت سايد لنادي الزمالك. ادم عصام لمصطفى كيجو، مصطفى يبحث عن اسلام سالم، اسلام يقف ويشوت 3 بوينت ما بيرجعش في التسجيل على السكند شوت. مين هنا؟ عمر عزب على طول يلم ريباوند، يبدا الهجمه ابو النصر واختراقات ابو النصر بشمال ابو النصر ما بيرجعش في التسجيل، يلم على طول كيجو تراي كده يعني باد لك فيها لابو النصر واحمد ياسر اللي بيطلع، لكن ابو النصر يعدل على طول من الخطا ويقطع ويعمل الستيل ويرجع في الديفنس يوصل عمرو الجندي، لكن مرتكب معاه خطا شخصي، خطا شخصي هنشوف على مين من طلبات انا سبورتس مان لايك فاول ومشاورات ما بين الكابتن محمود جمال والكابتن محمود ابراهيم، هنشوف القرار هيلسه على ايه. كابتن محمود جمال هنشوف دلوقتي هيدي قراره ايه. انا سبورتس مان لايك فاول على ادهم عصام برميتين وحيازه لصالح النادي الاهلي. كيجو يخرج وينزل حازم المشد لاعب نادي الزمالك رقم 55. انا سبورتس مان لايك فاول على التنفيذ، عمرو الجندي ينجح في تسجيل الرميه الحره الاولى، وادي الرميه الحره الثانيه يوسع الفرق الى نقطتين او باسكت، وادي الرميه الحره الثانيه ينجح في التسجيل ايضا عمرو الجندي يوسع الفرق الى 3 نقاط والحيازه للنادي الاهلي. مايكل تومسون هيطلع الاوت، شايف عمر هشام يجري التسخين للتبديل. عمرو الجندي سكرينات لسه عمرو، يحاول اخترق عمرو، وصل بدفاعات وسط الدفاعات، لكن يرتكب معاه خطا شخصي من قبل احمد ياسر دبل زيرو زي ما تقول الكابتن، ايوه زي ما قالت كده كابتن ايه خالد، برميتين حرتين لصالح النادي الاهلي على التنفيذ عمرو الجندي وعلى التغيير احمد ياسر مكان، يخرج احمد ياسر عفوا وينزل عمر هشام. عمرو الجندي عنده فرصة يوسع الفارق إلى 5 نقاط، نجح في تسجيل الرمية الحرة الأولى بقت 4 نقاط. 4 دقايق 17 ثانية يا عزيزي المشاهد على انتهاء أحداث الكوارتر الرابع والمباراة، ونجح فعلا إنه يوسع الفارق إلى 5 نقاط. 5 نقاط لصالح النادي الأهلي، 4 دقايق 10 ثواني على انتهاء أحداث الكوارتر الرابع والمباراة. عمر هشام، عمر لإدجار سوزا، سوزا لكن هنا خطأ شخصي يرتكبه معاه عم محمد أبو النصر، خطأ شخصي يرتكبه أبو النصر. أربع أخطاء على النادي الأهلي، 3 أخطاء على نادي الزمالك وأبو النصر، خطأين شخصيين وعمرو الجندي 4 أخطاء شخصية، وعمر هشام رقم 4 من الزمالك أيضا 4 أخطاء شخصية. أدهم عصام، ادهم لسه معاه الكوره بيعمل ادجار سوزا حازم المشهد سكرين، وادي ادهم ويوصل لكن ما بينجحش في تسجيل البنتريشن، وقرار كابتن وياخد فاول، هل هي كاونت وان مور رقم 22 مايكل تومسون، خطا شخصي ورميتين حرتين مايكل تومسون، خطا شخصي الاول ورميتين حرتين لصالح نادي الزمالك. ادهم عصام على التنفيذ، 3 محاولات لنادي الزمالك في احداث هذا الكوارتر، الرميات الحره نجح في تسجيل واحده، وادي الثانيه تحذير من الكابتن محمود جمال ان واحد بس يقف في المنطقه الفنيه لنادي الزمالك كوتش فانكو، بيستدعي كابتن ياسر للترجمه. وادي ادهم عصام على تنفيذ الرميه الحره الثانيه، ما نجحش في التسجيل، عمر طارق على طول يلم على الديفنسيف ريباوند يسلم ليه مايكل تومسون، مايكل عمرو الجندي، عمرو واختراقات عمرو، وصل عمرو نجح عمرو في تسجيل نقطتين
عمرو الجندي، عمرو شريف الجندي ينجح في تسجيل نقطتين والاند وان لعمرو الجندي. قطع شخصي على حازم المشد ورمية حرة إضافية وتغيير يخرج حازم المشد رقم 55 لارتكابه 4 أخطاء شخصية وينزل مكانه مصطفى كيجو. وسع الفارق إلى 6 نقاط عمرو الجندي 58-64 لصالح النادي الأهلي 3 دقائق 44 ثانية. وادي عمرو الجندي على الأند وان ينجح في التسجيل. عمرو الجندي الرمية الحرة الإضافية أو الأند وان أو الوان مور. عمر هشام من الزمالك يطلع بالملعب ويبدأ هجمته. عمر هشام ليه أدهم عصام معاه مايكل تومسون سكرينات عشان سوزا يستلم، لكن هنا في خطأ شخصي على أبو النصر، خطأ شخصي على محمد أبو النصر. رميتين حرتين ليه إدجار سوزا، ثلاث أخطاء شخصية على أبو النصر، ثلاث دقائق 30 ثانية على انتهاء أحداث الكرة الرابعة والمباراة. أي فريق ارتكب أي خطأ شخصي برميتين حرتين على طول. إدجار سوزا على تنفيذ الرمية الحرة الأولى اللي ينجح في تسجيلها. ست محاولات نادي الزمالك نجح في تسجيل ثلاثة من ست محاولات، وادي المحاولة السابعة ينجح في تسجيلها. وهنا في تغيير، أحمد حاتم هينزل من الزمالك بدل من أدهم عصام. النادي الأهلي حتى هذه اللحظات خمس محاولات على الفري ثرو أو الفاول شوت نجح في تسجيل الخمس محاولات، ده الفارق إلى خمس نقاط 3 دقايق ونص بالظبط بالتمام والكمال على انتهاء احداث الكوارت الرابع والمباراه. مايكل تومسون، مايكل عدى ليه عمر عزب، عمر لكن هنا في ايه، هنا في صافره وبتقول خطا شخصي على كيجو، خطا شخصي على كيجو، ده الخطا الشخصي الرابع على مصطفى كيجو. وادي عمر طارق ينجح في تسجيل الرميه الحره الاولى من التو شوتس او الرميتين الحرتين، يوسع الفرق الى 6 نقاط. وادي الرمية الحرة الثانية ينجح عمر طارق في تسجيل نقطتين، يوسع الفرق الى 7 نقاط وتقترب المباراة من اللحظات الحاسمة. 3 دقائق 10 ثواني عزيزي المشاهد على انتهاء احداث الكورت الرابعة والمباراة. اسلام سالم مع عمر عزب اللي نزل مكان ابو النصر، وادي تراي باك ليب لكن ما بينجحش في تسجيل عمر عزب، يلم على طول عمرو الجندي ويبدا الهجمه ويطالب بالهدوء. عمرو الجندي لمايكل تومسون، عمرو معاه عمر هشام، لسه الكره مع مايكل، اخر 10 ثواني في زمن الهجمه. مايكل تومسون ليه عمر، لسه مايكل يطلع كيك اوت لعمر عزب من بعيد، عمر يحاول يعلق لكن هنا مخالفه 3 ثواني على عمر طارق، يعني لازم يتحرك عمر طارق بره 3 سكند شويه، لازم يتحرك بره 3 سكند، دي رابع او خامس مره يتحسب عليه ال 3 سكند. تغيير في صفوف الزمالك، ادهم عصام نزل مكان اسلام سالم واوت سايد لصالح نادي الزمالك. ادجار سوزا عدى بالملعب مكان ابو النصر، او عفوا انا قلت عمر عزب مكان ابو النصر، لا ابو النصر لسه في الملعب. ادجار سوزا والتراي حلوه قوي لكن ابو النصر لها بالمرصاد في الدروب، حلو قوي يا من ابو النصر. وادي عمر طارق تحت الباسكت، تخبط في مين؟ تخبط في عمر طارق وتطلع اوتسايد، اوتسايد زملكاوي وتايم اوت لكوتش في من نادي الزمالك. دقيقتين 19 ثانيه 67-60 لصالح النادي الاهلي، خمس اخطاء شخصيه ارتكبها كل فريق. اقول لكم سريعا بعض الاحصائيات، الفرقتين لم 3 محاولات لكل فريق في احداث هذا الكوارتر على 3 بوينت، لم ينجح في تسجيل اي من الفريقين تسجيل اي 3 بوينت. اما نادي الزمالك على الفري ثرو 7 محاولات نجح في تسجيل 4، اما النادي الاهلي 7 محاولات ايضا على الفري ثرو او على الفاول شوت نجح في تسجيل السبع محاولات. تعادل في الفاولات، تعادل في المحاولات، لكن النتيجه تقدم وتشير الى تقدم النادي الاهلي بسبع نقاط 67-60. وصافره انتهاء التايم اوت اللي طلبه كوتش في او فان جلاس انجل
ودقيقتين 19 ثانية عزيزي المشاهد على انتهاء أحداث الكوارتر الرابع والمباراة. زي ما قلت لحضراتكم الموسم الماضي تقابل نادي الأهلي ونادي الزمالك 5 مرات بواقع مباراتين في دوري المرتبط في صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وفاز الأهلي بالمباراتين، وذهاب وعودة في دوري السوبر على ملعب الأهلي وملعب الزمالك، وفاز أيضا بالمباراتين، وسيمي فاينل كأس مصر الموسم الماضي كان على صالة أكتوبر أو صالة شباب الرياضة بأكتوبر، وأيضا فاز النادي الأهلي وتأهل إلى فاينل الكأس. خماسي النادي الأهلي اللي هينزل دلوقتي مايكل تومسون، أبو النصر، عمر عزب، عمر طارق، وعمر الجندي، ده الستارت لاين اب او الخماسي اللي متواجد على ارض الملعب. اما نادي الزمالك احمد حاتم، عمر هشام، ادجار سوزا، وكيجو، واخيرا ادهم عصام. الحيازه زملكاويه، ادهم عصام، وضغط من النادي الاهلي في اخر دقيقتين 19 ثانيه. عمر هشام يسلم لاحمد حاتم، يبدا احمد حاتم الهجمه، هو البوينت جارد او صانع اللعب او البلي ميكر زي ما كنا متعودين نقول. عمر هشام، عمر لاحمد حاتم، سكرينات لادجار سوزا على الثري بوينت، وقف وشاط فعلا ادجار سوزا لكن ما بيرجعش في التسجيل. ديفنسيف ريباوند على طول من النادي الاهلي عن طريق مايكل تومسون. مايكل يبدا الهجمه، اخر دقيقه 55 ثانيه عزيز المشاهد في احداث عمر هذا الكوارتر. ابو النصر لتومسون، سكرين من عمر طارق، عدى تومسون، يستغل باصة حلوة بشماله، ما نجحش، هارد لك يا عمر، يطلع على طول ويستلم نادي الزمالك عن طريق ادهم عصام، ادهم لمايكل سوزا، ادجار سوزا اللي بيواصل الاسيست لكيجو لكن يخرج بره لعمر هشام، يعمل سكرين مع عمر هشام، يحاول عمر هشام يطلع ال 1-1 ويهوش ويشوط، هيشوط شوط ونجح في التسجيل. كيجو 3 نقاط لصالح نادي الزمالك، يضيع الفرق الى 4 نقاط في اخر دقيقه 15 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراه. مايكل تومسون، مايكل لسه مايكل، دقيقه 10 ثواني و10 ثواني على انتهاء زمن الهجمه. مايكل واختراقات، يسلم لعمرو الجندي، عمرو في اخر 5 ثواني من زمن الهجمه، هيشوط ولا هيعمل ايه؟ هيخلصها ازاي؟ عمرو الجندي وثري بوينت، ما بيرجعش في التسجيل، حظه وحش. على طول يلم كيجو، يسلم لسوزا في اخر 50 ثانيه، ادجار سوزا، ادجار سوزا عايز يخترق، نجح في الاختراق لكن هنا يرتكب معاه خطا شخصي من عمر طارق. عمر طارق وخطا شخصي، و 43 ثانيه على انتهاء زمن الكورت الرابع والمباراه. رميتين حرتين لادجار سوزا. ادهم عصام من نادي الزمالك يخرج وينزل مكانه اسلام سالم. اسلام سالم وحوار ضاحك كده وباسم ما بين كابتن ياسر وكابتن المدرب العام لفريق نادي الزمالك وعمرو الجندي. وادي ادجار سوزا على تنفيذ الرميتين الحرتين 62-67، نجح في تسجيل الرميه الحره الاولى 62-63. والرميه الحره الثانيه ادجار سوزا نجح ايضا في تسجيل الرميه الحره الثانيه، يضيق الفرق الى 3 نقاط 40 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراه. مايكل تومسون معاه اسلام سالم، يسلم لعمرو الجندي، هاند اوف مع مايكل تومسون مره ثانيه، سكرين من عمر طارق، اختراقات تومسون، باصه حلوه قوي تحت الباسكت، لف يا عمر، اطلع يا عمر، ارض لك يا عمر، يستلم على طول ويلحقها ويرتكب معاه خطا شخصي من عمر هشام من نادي الزمالك بعد ما لحقها عزب ويطلعها كيك اوت، وخطا شخصي على عمر هشام رقم 4 اللي بيرتكب الخطا الشخصي الخامس ويخرج من المباراه في اخر 23 ثانيه من احداث الكوارت الرابع. ينزل مكانه احمد ياسر ورميتين لصالح مايكل تومسون. نقاش كده ما بين لاعبي الزمالك وكابتن محمود جمال. لحق كرة عمر عزب وهي طالعة من الاوت وطلعها على طول لمايكل تومسون اللي بيحاول يعمل الاختراق في الثواني الأخيرة، لكن اعترضوا عمر هشام بخطأ شخصي والخطأ الشخصي الخامس ورميتين حرتين لمايكل تومسون.
مايكل ينجح في تسجيل رمية الحرة الأولى 68-64 لصالح النادي الأهلي. 23 ثانية على انتهاء أحداث الكرة الرابعة والمباراة. مايكل تومسون على تنفيذ الرمية الحرة الثانية. مايكل ينجح في تسجيل الرمية الحرة الثانية. تايم أوت على طول يطلبه كوتش في أو فانجلس أنجل، يطلبه في آخر 23 ثانية بعد انتفع الفارق إلى 5 نقاط لصالح النادي الأهلي. نسيبكم مع تعليمات الفريقين، فريق الأهلي وفريق الزمالك، ونرجع لحضراتكم مرة تانية. برضو واحدة من المعلومات اللي حضراتكم لازم تعرفوها، زي ما قلت لحضراتكم تقابل الفريقين 5 مرات الموسم الماضي، وكانت القيادة الفنية للنادي الأهلي تحت قيادة كابتن أشرف توفيق، وكانت القيادة الفنية للسنيور أوجستي بوش. ده 5 لقاءات في الموسم الماضي، أما هذا الموسم فتقابل الفريقين، يعني دي أول مقابلة للفرقتين في هذا الموسم. الجولة الرابعة لصالح، أو عفوا الجولة الرابعة اللي احنا بنذاعها لحضراتكم دلوقتي. فكر حضراتكم مباراة النهاردة الأهلي والزمالك اللي بنذاعها لحضراتكم، جزيرة وتأمين سموحة واتصالات، يمكن النتيجة الوحيدة اللي جات لنا الاتحاد وسبورتنج 83-75. خماسي النادي الأهلي اللي نازل أرض الملعب، مايكل تومسون، عمر طارق، عمر عزب، أبو النصر، عمرو الجندي. أبو النصر عنده 3 أخطاء شخصية، عمر عزب عنده ما عندوش أخطاء، عمرو الجندي عنده خطأين، وعمر طارق عنده 3 أخطاء. إدجار سوزا والمشد وكيجو، أحمد حاتم وإسلام سالم، ده خماسي نادي الزمالك. الحيازة لنادي الزمالك، كيجو يلحق الكرة قبل ما تطلع الأوت، يسلم لإدجار سوزا. إدجار سوزا هنشوف التعليمات إيه على الثري بوينت شوت، ما بينجحش في التسجيل، يلم عمرو الجندي على طول ويجري بفاست بريك ويبدأ الهجمة. فاست بريك ويعلق لعمر عزب، ينجح في تسجيل نقطتين في الثواني واللحظات الأخيرة، ويعمل الستيل عمرو الجندي على طول ويشوت على الثري بوينت، ويأتي معها صافرة انتهاء أحداث الجيم أو المباراة بتقدم النادي الأهلي وفوزه على نادي الزمالك 71-64. مبروك للنادي الأهلي، مبروك لأعزائي المشاهدين جماهير النادي الأهلي، مبروك أيضا للجهاز الفني سنيور أوجستي بوش، كابتن أحمد الجرحي، كابتن رامي الدياصلي. هارد لك نادي الزمالك. أعزائي المشاهدين شكرا لكم على حسن المتابعة والمشاهدة، كنت معكم معلقكم الرياضي أحمد مناع، على أن نلقاكم بإذن الله في مباريات قادمة. ألف مبروك مرة تانية وثالثة نادي الأهلي بفوزه على نادي الزمالك في ديربي كرة السلة، مبروك. والزميل العزيز هيثم السعيد وضيوف الكرام، إليكم المايكروفون.